لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. تحليل بنقوله وبننبه بننبه كل الناس اللي بتستغل فرصة رمضان لإنهاء الناس عن العبادة ولتحويل شهر الصيام والقيام إلى شهر للهو واللعب، والكتاب اللي بيكتبهم والمؤلفين اللي بيألفهم والناس اللي بتلقي الناس والنكت اللي بتنزل عن رمضان زي اللي كاتب يقول لك لو علمت ما أعده صفوة الشريف من برامج تلفزيونية رمضان لتمنيت أن يكون العام كله رمضان. ده رحبة إن عندي رحبة خلاص أنت ما لم يوفق للتوبة، لكن ده رحبة. ليه؟ لأنه حرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلى الفرح بالطاعة والرحمة يبقى فرح بالله والعلم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.